أيضا الوفود من الدول الشقيقة والصديقة بالقدوم إلى أرض الوطن لتقديم واجب العزاء بفقيد الكويت الكبير وفقيد العالم أجمع سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواها، ويرافق الضيف الكريم معالي نائب وزير شؤون الديوان الأميرية الشيخ محمد العبد الله مبارك الصباح ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبد الله الصباح في هذه اللحظات، ويتجهون مباشرة إلى القاعة الأميرية لتقديم واجب العزاء لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. أيها الأخوة والأخوات، الرجل الذي أظهر للعالم أجمع أن الكلمة والحوار السبيل الأنسب لعالم تصان فيه كرامة الأفراد وسلامتهم ليكونوا آمنين سالمين في أوطانهم، يصل في هذه اللحظات أيها الأخوة إلى القاعة الأميرية معالي السيد سعد الدين الحريري رئيس وزراء جمهورية لبنان السابق، ويقدم واجب العزاء لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، ومعالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، ومعالي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني، ومعالي الشيخ جابر عبد الله الجابر الصباح، وسمو الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح، وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، والشيخ حمد صباح الأحمد الصباح، ومعالي رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، وعدد من الشيوخ الكرام في هذه اللحظات أيها الأخوة والأخوات، لا شك أنها لحظات حزينة ليس على الكويت فقط بل على الأمة العربية والإسلامية تجاه الرجل الذي أظهر للعالم أجمع أن الكلمة والحوار السبيل الأنسب لعالم تصان فيه كرامة الأفراد وسلامتهم ليكونوا آمنين سالمين في أوطانهم. لا شك أيها الأخوة والأخوات بحضور الضيف الكريم معالي السيد سعد الدين الحريري رئيس وزراء جمهورية لبنان السابق، شاطرنا الأشقاء في جمهورية لبنان الشقيقة هذا الحزن الكبير، وخيم الحزن على بيروت كما هو في عديد من دول العالم، فأعلن الحداد ونكست الأعلام حزنا على رحيل أميرنا وفقيدنا والذي برحيله فقدت الإنسانية قائدها. أيها الأخوة والأخوات، الحزن الذي شاركنا إياه الأشقاء في لبنان هو انعكاس لمكانة سمو الأمير الراحل في قلوب المجتمعات والدول الشقيقة. هذه المكانة ما أتت إلا
نظير مسيرة مميزة واستثنائية غير مسبوقة، وضع فيها سموه الإنسان وسلامته نصب عينيه، وكانت خلالها سلامة الشعوب وسلامة المجتمعات مسؤولية على عاتقه. فنال رحمه الله رحمة واسعة، مكانة وقدرا كبيرا في مجتمعات العالم. فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات، وعلى الهواء مباشرة تصل في هذه اللحظات الطائرة المقلة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وحاكم إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات، يشاطرنا الأشقاء والأصدقاء أحزاننا بفقدنا لهذا القائد، وفقيد العالم سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه. الحزن الذي شاركنا إياه الأشقاء هو انعكاس لمكانة سمو الأمير الراحل في قلوب المجتمعات والدول الشقيقة، وهذه المكانة ما أتت إلا نظير مسيرة مميزة واستثنائية غير مسبوقة، وضع فيها سموه الإنسان، وكانت خلالها سلامة الشعوب وأيضا المجتمعات هي مسؤولية على عاتقه. فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات، يتوافد الزعماء والقادة لتقديم واجب العزاء بفقيد الكويت الكبير وفقيد العالم سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواها. ما هو إلا انعكاس لمكانة سمو الأمير الراحل في عيون الأمم، تلك المكانة المميزة التي حظيت بها وحظي بها سموه رحمه الله، والتي جاءت تقديرا لمسيرة سموه، فكان رائدا في كل المجالات. والآن أيها الأخوة والأخوات، يغادر في هذه اللحظات معالي السيد سعد الدين الحريري رئيس وزراء جمهورية لبنان السابق بعد تقديمه واجب العزاء. بفقيد الكويت الكبير وفقيد العالم سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات، يرافق معالي السيد سعد الدين الحريري رئيس وزراء جمهورية لبنان السابق معالي نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح بعد تقديمه لواجب العزاء في هذه الصور الحية وأيضا المباشرة. يرافق معالي السيد سعد الدين الحريري رئيس وزراء جمهورية لبنان السابق معالي نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح